العيد إذا بتحبوا تجيبوا هدية منا غالية ولا الناس كمان تستفيد منها بالحج، خاصة أنه مش دايما متوفر عندك أنه يكون عندك الباور تنشرج دايما التليفون تبعنا. اليوم جاي بيكون جادجت كتير حلو تتحطه هون شمقة. اليوم جايب لكم الأونر 20 برو، تليفون جديد طلع من آخر الشهر الماضي. دائما بجيب معي قصص اسمه ايه؟ غير شكل اونر اونر اوكي 20 برو. اللي بيميز هذا التليفون على غير تليفونات تانية، اول شيء مثل ما قلت البطارية اللي هي 4 MB بتضاين عندي، يعني انا جربته تقريبا يوم ونص وما شحنت التليفون لا يوم ونص. الشيء الثاني اللي بيميز فيه التليفون الكاميرا اللي هي بلت ان بالتليفون من قدام للسيلفي، مش مبين، يعني شفتوا كيف فايت فيه للتليفون. فهيدي الشغله الجديده، الناس اللي عم تحكي عنها جديد، دائما الناس تحكي كاميرا 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 كاميرا، فعم نحكي بكاميرا فايته بالفريم تبعون التليفون، مش شايفين الا ولا انه طالعه ولا انه ايه مش مو حلو لونه. ايه ايه عندهم تليفونات كتير حلوة. فهلا انا استعملته بس ما شلت الستيكر. تشتكي شيل الستيكر وانتم موجودين هون. يا الله بحبوا هذا الشعور، هذا الصوت بحب اسمه شي جديد. ولونه كمان مميز، اللون ايه خلينا نمسح البصمات تبعولي. ايه ده اقول شو لونه؟ في لونه ازرق على اخضر على تركوازي، اخضر ازرق حسب الريفلكشن تبعون الضوء بتغير لون التليفون. والله فاذا انت لقطه هيك بتشوفه هيك اللون، اذا بتشوفه هيك بتلاقطه هيك. وفي لون اسود كمان داخل معاهم على فكره. مزبوط فهو حسب الزاويه، حسب الزاويه اللي انت عم تشوفه فيها. حلو. هديه بتكون حلوه كتير للعيد اذا تحبوا تهدوا حدا. على انا بالنسبه لي خلص صار مع التليفون معي، هدوني اياه الشركه، بس انتوا اذا بتحبوا تهدوا بعض فيكم تجيبوا. تهدوا بعض، اهدوا بعض. اللي بيميز التليفون كمان، احنا دائما عندنا البصمه بتكون ورا او قدام او بالوجه. اللي بيميز هذا التليفون انه البصمه تبعيته هي اسهل بصمه انا شفتها بتليفون حسب كل سنه. سريعه التجاوب يعني؟ لا، محل البصمه كثير حلو. محل البصمه هون مطرح ما انت بتدور تليفونك. شفت وين؟ وين من ورا؟ لا هون من الجنب؟ بالجنب. فانت دائما بس تلقط التليفون، انت بتلقط التليفون هيك. صح مزبوط. مجرد انك لقطت التليفون هيك فتحت التليفون. يا سلام، ما بقى في انك تحط اصبعك ورا او قدام او تحط اصبعك قدام او هيدا احلى محل يعني احلى محل تليفون سريع. ايه دغري مجرد ما انك لقطته للتليفون حطيت اصبعك هون فتح التليفون. اذا كبست بس كبسه بتفتح، اذا بس حطيت اصبعك عليه بتضوي الشاشه. حل كتير حلو، بحييهم على هذا المكان لانه في غير شركات كانت عم تفكر فيها الموضوع بس هن سبقوا وحطوها كاول شيء. عم نحكي ب 48 ميجا بكسل. 48 ميجا بكسل يعني عم تحكي بديتيلز كتير طبعا اكيد دقيقين. عم نحكي بزوم 30 اكس يعني كمان حلو. الشركات التليفونات هلا صارت عم دائما عم تنبش على الكاميرا الاحسن الاسرع. هون عم نشوف ورا اربع كاميرات موجودين ال 48 ميجا. ايه عم نشوف ال 48 ميجا بكسل، عم نشوف ال 2.2 للزوم. اذا بدنا نفوت نعمل زوم على شيء كثير صغير، بتتذكروا ايام بكون تصوروا مثلا الاي دي تبعكم تلاقي الكاميرا عملت اوتو فوكس. صح مزبوط. جربوا تصير طلعوا الكاميرا وتنزلوها، هيدي هون ما عندنا اياها مشكله. عندنا ال 8 ام بي اذا بدكم تشوفوا الديتيلز اللي ورا. هلا وفي الكاميرا الاخيره للوايد انجل. حعمل تيست هلا معكم وحنشوف نحن تصورنا. يلا بنشوف الريزوليوشن اذا الصوره باي 30. هون عم نشوف الاكس 1 بعدين نفوت على الاكس 2 بعدين نفوت على الاكس 3 وبعدين نفوت على فتت. امجد انا شايف في عندك شقفه كعك بسنانك بعدك. كعك بسناني؟ لا طلعت شعر مناخيري على فكره. كمل ايهاب. لا عن جد عم بحكي. ها يلا ايهاب
حصور لك يا لا انت انت مش لحظه شوي انا مش معي لا 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 اوكي اوكي ارجعي ارجعي بصي احرج ارجعي الديتيلز مثل فظيعه الديتيلز كانت طب صورتنا ولا ايه صورت طب نعمل حاجه ده خلاص ما تعملوش يلا اهب اوكي انا اللي بدي فرجيه وبعدين قولوا له امسح الصوره فظيعين انتم مثل ما بقول دائما الناس صارت تنبش على الكاميرا بالتليفون الميموري عندنا اياه 256 اللي هي كفايه تو سيم كارد ايه لانه ما تنسى امجد احنا هلا عم نحكي بصوره صارت كبيره الكاباسيتي تبع الصوره يعني بطلت تشوف صوره اللي فيها المغربله وهيك فكل صوره عم تاخذها عم تكون بتاخذ حيز من التليفون فصار بدك ميموري كبير لها في عندي تقرير صغير صورناه نحضر مع بعض بالجامعة يلا Honor 20 Pro which came in with of a theme that capture wonder because of it has a very powerful camera capability and a very beautiful design. Now the mobile phone design is become more fashion and fashion. Yeah. So you can see our smartphone, the Honor 20 Pro, the backside glass has the foot has three layer and one and we call it the dynamic photographic glass back design. It's got three layer, especially the depth layer. The depth layer we have our engineer embedded millions of prisms, yeah, which is like a diamond to the layer. Yeah. When the light passes, it will give the depth feeling of the glass. And you see without the fingerprint in the backside, it's a full picture. Yeah, it's a full like a certain pattern. And also we have the CEO, we have appointed a CEO, chief experience officer. They invite the youngs to join us during our smartphone development. Yeah. So then we will provide the smartphone, the product which the young people demand. The quad camera, which has super wide angle and also has the telephoto camera and the micro camera. Samsung or Apple, they both have this kind of camera, but our specification compared with them much higher and our price are more affordable price. So this will help our consumer to have the good technology products and with affordable price. Yeah, this is also our strategy. And Dubai somehow is a built is a benchmark city. You can see that lots of number one, the tallest building, yeah, most important market for us. So we choose Dubai as our launch cities first. مثل ما شفنا صار اللانشينج تبعهم ب 30 الشهر الماضي end of the month. الحلو نحن محظوظين انه الان موجودين عندنا بالسوق بالماركت هو ما نزل بالشرق الاوسط وبالدول العربيه الثانيه نحن محظوظين انه نزل التليفون عندنا هون البوكس تبعه بيجي في البن بس نغير مشان نغير السيم كارد بيجي في كفر نعم هلا صاروا كل تقريبا لازم يجي معها كفر كل التلفونات كل التلفونات صار يجيبوا كفر وبحطوه ترانسبيرنت كرمالي يبين التلفون خاصة لأنه شفنا اللون تبعه كتير حلو بس بكرة بتطلع موضة الكفر ده أصلي ولا لا زي ما بنشوف في التشارجرز مظبوط بيجي معه هيدي مميزة بعد الشاحن السريع أيوة ومعه سماعة؟ نعم معه سماعة؟ لا بيجي بلا سماعة بدون سماعة لا وحتى الفتحة تبعيته ما في في سي تايب سي بس ما بقى في السماعة الأوكس اللي احنا بنستعملها كل التليفونات الجديدة بطلت تيجي فيها السماعة لأنه صرنا نستعمل الوايرلس أول شيء وصار في بدنا سبيس نحن
لمحلات لقصص تانية نحطها بالتليفون غير فتحة السماعة. بما أنه صارت صار الوايرلس هيدفون أكثر وأصلاً أكثر. بالنسبة للشاحن السريع هذا كمان شيء كتير حلو. دائماً بقولها أنا أيام لبعض التليفونات التانية اللي ما بدي أذكر اسمها ممكن تلغي مشوار لإلك أنت ناطر التليفون يشحن. مزبوط صحيح. أنت بتستعمل هذا التليفون أنت كمان. ف بينما هون عم نحكي احنا بشحن سريع لمن اذا انت تليفونك مصفر على الاخر فتت غسلت وجهك تحممت اخذت معك الشغله ثلث ساعه نص ساعه رحت لقط التليفون لقيته 50%. ف 50% يعني انت عم تحكي 50% يعني انت تقريبا يوم كامل بيكفيك خاصه بكميه بالبطاريه الموجوده عنه. هذا الشيء اذا بتستعمل الشحن الاوريجينال تبعه هذا الشيء بيامن لك اياه وبيحكوك اياه انه جارانتي اب تو 50% ب 30 دقيقه. حلو. اكثر من هيك احنا دائما بنقول جماعه التليفونات اللي عندهم الشحن السريع بس توصل البطاريه لل 90% بيخف كرمال البطاريه ما تنضرب وهذا شيء منيح كرمال يقدر يضاين معك التليفون اكثر من هيك.